موضوع التسريبات ما بحبوش، ومهما حدث انا عمري ما هذيع تسريب ايا كانت الحدوته والحكايه، ودائما وابدا بكون واقف في الموضوع ده في صف الحياد تماما. ولكنه جد جديد انه ومنذ لحظات وعلى عبر موقع القاهره 24 الكابتن محمد عادل حكمنا الدولي صرح بان هذا التسريب مزور ومنسوب اليه، وانه سيتخذ كل الاجراءات القانونيه ضد اصحاب هذا التسريب. عشان اكون اكثر وضوحا واكثر دقه، خليني اجيب الزميل العزيز هاني عبد الصبور عضو رابطه النقاد الرياضيين والاعلامي الشهير بموقع القاهره 24، لانه اعتقد هو هاني هو صاحب هذا التصريح، او انه كابتن محمد عادل اختص هاني عبد الصبور بهذا التصريح. هاني مساء الخير. مساء الخير عليك يا كابتن احمد وعلى كل الساده المشاهدين، وبرحب بحضرتك وبضيفك الكرام. بيمسوا عليك. الكلام اللي قاله الكابتن محمد عادل احكي لي تفاصيله. طبعا حضرتك اكيد وكلنا تابعنا التسريب الصوتي اللي طلع من غرفه الفار ما بين الكابتن محمد عادل والكابتن ميدو سلامه حكم تقنيه الفيديو في مباراه الزمالك والبنك الاهلي، عقب سماعه مباشرة تواصلت مع الكابتن محمد عادل الحكم الدولي عشان اساله. نعم. سمعته ده صوتك ولا مش صوتك ولا ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ قال لي كلام غير صحيح تماما، اللي في الفيديو اللي في التسريب ده مش صوتي، انا ما قلتش الكلام ده. انا كل اللي انا هعمله ان انا هتقدم ببلاغ اخرى لمباحث المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب النائب العام، هكون موجود هناك بكره الصبح، هتقدم ببلاغ ضد البرنامج وضد شركه الفار، واشوف مين زور صوتي وطلع في الفيديو ده كله او طلع في التقرير ده مش صوتي تماما. طيب معنى انه هيتقدم ببلاغ، اذا هيكون معاه التسجيل الاصلي ولا انا مش واخد بالي؟ هيطالب بالتسجيل الاصلي اذا كان هذا التسجيل مفبرك. ما هو لا، لما انا ارجع بقى خطوه لورا. ايوه ارجع براحتك. امبارح في التحقيق مع المستشار القانوني كابتن جمال صدقي، نعم، كابتن محمد عادل قال له انتوا سمعتوا التسريب الصوتي او الفويس؟ قال له اه انا سمعته. قال له طب سمعهوني؟ قال له لا هو مش معايا دلوقتي. نعم. قال له خلاص انا عايز اسمع عشان اشوف انا قلت ولا ما قلتش، لان انا في الاجواء اللي فيها الماتش ربما اكون قلت جمله. نعم. قلت حاجه انا مش متاكد دلوقتي انا قلت ولا ما قلتش، بس اللي انا فاكره ان انا ما قلتش. سمعوني. نعم. التسريب او سمعوني الفويس وانا اقول لكم ده صوتي او مش صوتي. نعم. طبعا لما التسريب حدث النهارده الكابتن محمد عادل اتاكد معانا هنا في القاهره 24 ومعايا شخصيا. نعم. ان هو ده مش صوته، وان هو خلاص هيتوجه للاجراءات القانونيه وسيتخذ الاجراءات القانونيه ضد كل من البرنامج وشركه الفار، باعتبارها هي الوحيده اللي تمتلك هذا التسريب الصوتي، وهي اللي معاها صوت المحادثه الاصليه ما بين كابتن محمد عادل وكابتن ميدو سلام. نعم. اذا احنا هنا هاني قدامنا حاجه من الاثنين، اما ان هذا التسريب صحيح واما انه مفبرك. لو صحيح طبعا خلاص هناك ادانه للكابتن محمد عادل، لو انه مفبرك اذا محمد عادل لديه حق لابد من الحصول عليه، وعشان يحصل عليه ارجع اقول لك مره ثانيه انه لابد الكابتن محمد عادل لما يروح بيقدم ما يثبت صحه موقفه. ده طبعا ده القاعده اللي كله باينه على من ادعى يعني. نعم. لازم تقدم تقول. فالكابتن محمد عادل بحكم ان هو حكم دولي وهيتواصل مع شركه الفار، فهيطالب شركه الفار، ولما يشتكي شركه الفار فشركه الفار هتطلع الصوت اللي عندها المحادثه. لو المحادثه طلعت متطابقه يبقى الكابتن محمد عادل اخطا، المحادثه غير متطابقه يبقى الراجل يستحق اعتذار من الاعلام والجماهير المصريه ويستحق الحصول على كل حقوقه المعنويه اذا صح عدم صحه هذا التسريب. لا خلاف في هذا الامر. انت من خلال سماعك لهذا التسريب يعني قناعتك ايه؟ انا مصدق الاثنين يعني. انا مصدق الاثنين. انا مصدق الاثنين الى ان يجد جديد يعني. احنا اتعلمنا دايما في الشغلانه كابتن احمد حضرتك استاذنا والناظر ان انت بتاخد المعلومات على لسان صاحبها، ممكن صاحب المعلومه ينفي المعلومه بس طالما على لسانه فانت بتنقلها، انت ناقد للمعلومات بكل موضوعيه. نعم. بكل حياديه. انا سمعت تسريب ما اقدرش اشكك فيه لان انا ما اعرفش كيفيه الحصول عليه. نعم. معايا الطرف الثاني الكابتن محمد عادل اكد ان التسريب غير مزور، اصبح ان احنا قدام الراي العام، معانا حالتين. نعم. يقصد الاجراءات القانونيه والجهات اللي هتحقق في الموضوع. هاني عبد الصبور الصحفي في موقع القاهره 24، بشكرك شكرا جزيلا.